أوقفت السلطات البرازيلية المحلية أعمال بناء في أحد ممتلكات نجم كرة القدم البرازيلي نيمار في ولاية ريو دي جانيرو بسبب انتهاكات بيئية قد تؤدي إلى فرض غرامة عليه تزيد عن مليون دولار. ونفذ المشروع من دون تصريح بيئي في عقار فاخر يملكه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي. وكشفت السلطات المحلية مخالفات بيئية مختلفة من خلال شكاوى نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.